مدينة الرباط كتحتضن واحد الحدث تاريخي كونه كيتنظم لأول مرة في إفريقيا شغل في المغرب، اللي هو أول بطولة إفريقيا ديال البريك دانس، وهي مؤهلة للألعاب الأولمبية. إذن غير بحر رياضي واحد ورياضي واحدة، وهاد جوج ديال الشباب هما اللي غيمثلوا القارة الإفريقية في الألعاب الأولمبية ديال باريس 2024. وهذه حنا كنعتبروها رحلة نصر، لأن البريك دانس خلق في البرونكس الأمريكي، خلق في الشوارع، ويعني واحد العدد ديال الناس ما كانوش فاهمين شنو المغزى ديالو، شنو الشعار ديالو، مع أنه حامل قيم كبيرة. الشعار ديالو هو بيس اند لوف. اليوم منذ 2019 الحمد لله البريك دانس في الألعاب الأولمبية، اليوم حنا كنحتضنوا أول بطولة إفريقية مؤهلة للألعاب الأولمبية، وشكرا لكل من نجح هذا التظاهرة هذه. كانوا جوج ديال لي كامب درناهم، في واحد كان في ازرو، واحد كان في جديده. شحال ديال الخدمه خدمنا بزاف، حنا كنا ايكيب، كل اللي توفق باش يربح، كل اللي ما توفقش. ولكن كانوا جوج مغاربه في الفينال، يعني ربان الخدمه. الخدمه ولونطريم، الخدمه ولونطريم. ضروري ان شاء الله، ضروري يكون خير ان شاء الله. التجربه تاعي في هذه الكومبيتيسيون كانت متواضعه، ما درتش واش لازم يندار، مي الحمد لله جاست كما كتب ربي، فوالا توجنا بتروزيام بلاس. ومبروك على المغرب اللي كلاس البريمير بلاس، وبالتوفيق ان شاء الله. كان ما شاء الله، ما كناش نتوقعوا هذه الزياره، والحمد لله داروا يعني زياره ما شاء الله، وربي يوفقهم، وداروا اورغانيزاسيون شابه، وبالتوفيق ان شاء الله لا بروشين. البطوله الافريقيه اول عام دار في المغرب، دارت في الرباط. صراحه شهر حنا كنوجدوا ليها، والحمد لله دازوا الدراري والبنات منا، وان شاء الله هذا العام ديال المغرب. صراحه حنا كاينه الالتفاته من الجامعه، كنتريني وكنديروا لي كامب باش نوجدوا، الا كانت شي بطوله ولا شي مشاركه كعالميه ولا غير في الوطن ديالنا. I'm excited to be to compete in Morocco and learn more about the Moroccan culture. It's been exciting to taste different food and learn a little bit of the language, how to say hello, goodbye, thank you, shukra. So yeah, I'm excited. I love breaking and I'm excited to be here, and I've been breaking for 8 years and breaking is a big part of my life. Yes, and I'm excited to inspire other B-girls to also, B-girls from Africa, to start breaking. Yeah. Yes, I feel like I have the potential to win. That's what I came here to do. I came here to win. On est là pour représenter le Sénégal avec 4 athlètes. Finalement, on a eu un athlète qui fait partie des 8 pour la grande finale. Donc on s'est bien préparé et on n'est pas là pour faire partie des vacances. On est là pour aller chercher le trophée continental et l'amener au pays. Elle est formidable. Moi, quand j'ai vu que d'abord il y avait une première édition, j'étais content. Et quand j'ai su que c'était Maroc qui accueillait, alors là, c'est mention spéciale. Une très belle organisation. Vraiment, vraiment des gens très, 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 très sympas. Et on est très fiers d'être là avec vous. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.